كانت هذه طبعا في هذه تشوفوا لما كان عطاف وتبون هذه التلفزيون الجزائري عطاف وتبون وماكرون غطوه لكن درك تعاود تبان قام بفضيحة يعني قام بتبهديلة يعني وماسك في يده ويد في اليد شوف هذاك المشي نتاع اليد في اليد في هذه اللقطة فيها لقطة وين هاي هنا شفتوا اليد نتاع تبون تمتد وتضرب يد عطاف طبعا بانت صوروها الناس ومن بعد هما لما عاودوا بثوها قطعوا هذاك المقطع لكن الناس كانوا خذوا الصورة يعني تبون يضرب عطاف على يده لأن عطاف مسك يد ماكرون شدها يعني شدها خمس معاه بشدة يعني بمعنى باش يوري له خمس معاه يحرك في يده يعني باش يوري له ترحيب يعني فتبون بدون شعور طبعا هذا الموقف داروا بدون شعور اكيد ما داروش قصدا يعني لان تبهديله فضيحه الا دارها قصدا يعني. بدون شعور ضربوا على يده لماذا؟ باختصار بسيط لان تبون بالنسبه ليه فرنسا ما تمثليش فيها هذه نفس الشيء اللي كان صار معاه مع بوتفليقه تعرفوا انه تم طرده لما كان رئيس وزراء من بين الاسباب اللي جابوها له درك نشوفوا للمساعد راه بعث لي المقطع من بين الاسباب راه التحق بيا مساعد جديد فراح نكونوا شويه يعني حتى كي ما يرسلش الاشياء او يتعلم فادعوا لنا ان شاء الله يكون موفق يعني اذا قلت لما طردوه من المنصب جابوا له قالوا له راك رحت لفرنسا والتقيت المسؤولين الفرنسيين بدون اذن داروها له كسبب رئيسي لطرده من كان رئيس وزراء درك نشوف الى عندي المقطع وكنا هذا الموضوع نتاع علاقته كنت قبل يومين فقط كنت عاود جبتها وقلت لماذا تبون النظام في الجزائر كيف ينظر لفرنسا لان فرنسا بدون فرنسا النظام هذا ينهار فكانت الفضيحة هذه نتاع انه ضرب وزير الخارجية في يده طبعا في علم النفس وتقدر توسع فيها تكتب فيها مقال طويل بحث طويل جدا ماذا يعني ذلك لكن احنا مش راح ندخلوا في علم النفس بقدر ما راح ندخلوا في نقاط اخرى اولا هذا في 4 جويليه تبون يتكلم على على ماكرون وحول العلاقات الثنائية وأمور أخرى كذلك تحدثنا بشأنها في برلين بشكل هادئ مطمئن أظن أنه مع الرئيس ماكرون يمكن أن نمضي قدما ونحقق أشواطا من التقدم لا سيما فيما يتعلق بإشكالية الذاكرة هو فيما يتعلق بهذه القضية هو نزيه ويود أن تكون الأوضاع هادئة بالطبع هو يود أن يخدم بلدها فرنسا هو نزيه وباش يمشي معاه بعيد إلى آخره لكن مش هذه برك هذه كانت في 4 جويلية هذه كانت في ليلة الاستقلال تاع 2020 هذه كان أول استقلال عيد استقلال يمر على الجزائر وتبون المزور راه رايس فكان جاب فرانس 24 وكانت فضيحة لكن ما هما ما انتبهولهاش أو ما همهمش أنك تجيب قناة فرنسية ليلة الاستقلال المفروض في فترة الاستقلال وفترة نوفمبر هذه فرنسا ما تدورش كاع على الأقل باش ما تمسش مشاعر الناس واللي ماتوا لهم أبائهم وأجدادهم والتضحيات والبلاد اللي تدمرت إلى آخر لكن هو كان يمدح في رئيس فرنسا يوم ليلة الاستقلال في 2020 J'ai confiance en le président Macron. J'ai confiance en son
j'ai confiance en sa probité, sa manière de voir les choses. Nous travaillons d'ailleurs, nous nous entendons très bien sur beaucoup de sujets. Ce sont des pays amis. On a parlé de beaucoup de problèmes qui nous concernent à titre bilatéral ou à titre, disons, international. Avec le président français et le président Emmanuel Macron, je n'ai aucun problème. Et une entente presque parfaite sur l'avenir pour le président Macron, je l'ai toujours dit. Bon. نجي نكرر شي اللي قلتو عليه كلام اللي قالو في الجزائر وقالو في بلادو جاء التاريخ نتاعنا مع انه ما قالش حاجات كبيره يعني اقل شيء باش يقول هو الاعتذار ما كانش اعتذار اقل شيء خلينا من التعويض وخلينا الى اخره لكن سمعتو كيفاش يقول يعني لك ان اونتونت بريسك بارفيت يقول لك جي كونفيونس اون بريزيدون ماكرون وعنده مقولات كثيره في هذا الوقت بالمناسبه هذا الكلام كان في 2020 2021 في هذا الوقت كان ماكرون يشن هجوم عنيف على المسلمين في فرنسا اللي اتهمهم بالإنعزالية وباللي راهم وحدهم وخرج قوانين ضدهم وبدأت تغلق مدارسهم وكاين ناس اللي ما يصلوش أصلا لكن كان هجوم ضد المدارس ضد المساجد ضد أي شيء وكان خرج ماكرون شفنا المرة الماضية يقول الإسلام في أزمة وشن هجوم على الإسلام وقال لك الإسلام راه في أزمة وفي كل مكان في هذا الوقت كان رئيس دولة مسلمة يمدح مدح شديد كان فقط من أجل احنا عارفين تبون وشنقريح هذا الإسلام بالنسبة لهم يفضلوا الشيطان على الإسلام نحن نعرف هذا لكن بما أنكم في بلد مسلم ديروا شوية هذيك النفاق اللي مالفينه حد أدنى تحترموا فيه الشعب يعني المهم هذا اللقاء كان البعض منكم على شاف كان يد في اليد وهذا سيء هذا سيء بالنسبة للدول لأن ما معناه شكون كيدعود رايس يدو في يد رايس واحد آخر كاين دائما في العلاقات هذه كاين علاقة القوي والضعيف أكيد الناس كلها تعرف أن فرنسا أقوى من الجزائر وان ماكرون اقوى من تبون اقل شيء انه ماكرون برغم كاع الانتخابات وممكن لكن انتخب من شعبه وراح للدور الثاني معنى الضعيف هو تبون معنى راه يقود فيك اهانه لكن ما يفهمهاش هو يعتبرها وكانها راه يقدم له خدمه باش يبان ريلاكس وراه يحبه على والعلاقات تاع الدول ماهيش حب وكره علاقات الدول هي مصالح حتى لو كانت تكون علاقات حميمية ما بين رئيسي دولة ما لازم تكون في لاسفير بريفي لازم تخرج للبريفي هذيك ما تخرجش في العام في العام لا انت تمثل دولة فكونه يقودك رئيس واحد اخر اصغر منك بكثير دولته اقوى من دولتك بكثير هو منتخب بالفعل حتى كي نختلفوا معاه منتخب حقا وانت جايبينك مزور هذا كلها تثبت أنك أنت في العلاقة الضعيفة ثم توصل أن وزير خارجيتك يمد يده باش يسلم عليه تضرب له يده شغل نحي يدك ضربتها له بمعنى أن هذا نتاعي ما تمثليش فيه يا عطاف هذه هي اللي أثرت بكثير وربما جاء أعتقد أن الفعل جاء بطريق غير مقصود لأن لو كان يكون مقصود تكون فضيحة كبرى أكبر غير مقصود يعبر على نفسية تبون وهو تشبثه بماكرون وأنه واحد ما لازم يمسه إذا كان مقصود فالكارثة أكبر كارثة أكبر وأمام العالم وعلى باله تلفزيونات تصور فكارثة